احنا اول شيء تعرفنا على جاليري ارتشوك، هي جاليري من باكستان. تعرفنا عليهم ببيروت ارت فير من شي سنتين، وشفنا شغل عاصف احمد اللي هلا حتشوفوا له شغله، وكثير انعجبنا فيه. فمن وقتها صار في مثل كوميونيكيشن بيننا وبين ارتشوك، يعني بشكل ما غير نقينا هول الارتست غيره لنجي نعمل على القليل شو كولابوريشن مع ارتشوك. صحابي تعرفنا على شغله عن الانترنت، كنا في عنا امرار مثل بنجرب نعمل سكاوتينج لفنانين، عشان وقت يجي للفن بنجيب 80% فنانين من برا و20% فنانين لبنانيين. بنجرب نكون غير عن الجاليريات الثانيه اللي بس بروجوا فنانين لبنانيه. لقينا لها شغله عن الانترنت، واللي بتتميز فيه هو انه شغله مثل ريفايفلست، بجرب يجيب شغل بلاد ما بين النهرين. هو سيريز اسمه Between Two Rivers. عاصف أحمد استعمل مثل تكنيك كانوا يستعملوها من مئات السنين، هي المينيتشر بينتينج، بيستعملوا مثل ريشة فيها شعرة واحدة ليرسموا ويلونوا، بس كانوا يعملوها بسكيل كتير صغيرة. هلأ هو بيعملها بسكيل كبير كتير، فتصور عم يستعمل ريشة بشعرة واحدة ليعمل execution لهيك artwork. بس كمان بنفس الوقت بعد ما يعمل execution لهالminiature painting عم بحط فوقها مثل طبقة تانية بتفرجي الوضع ببلدهم. هلأ بتشوف مثلا في طبقة تانية عليها دبان بتعكس البطالة، في عندك طبقة مرسومة عليها قنبلة تعكس عن وضع السوشيو-بوليتيكال أسبكت لباكستان. في مثل جهتين لشغلهم. نفس الشيء موزوميل الرحيل عم بيستعمل الكاليغرافي العربية، بس بنفس الوقت عم بيجيب موقف السيرفيلنس اللي صايرة باكستان. ما في مثل سنسورشيب، ما فيهم يعملوا اللي بدهم إياه، ما فيهم يفرجوا اللي بدهم إياه. بس كمان بنفس الوقت بحطها بكونتكست إنه حاطت كاليغرافي بشغله، فكمان في مثل جهتين للورك، بارت منه تراديشنال بس بارت منه كتير عم بجربوا يفرجوا الوضع اللي ببلدهم هلا. وبحسها هيك شوي محزنة بس بنفس الوقت ضربة قوية منهم للارتست، كيف عم بجربوا سبليمينالي اللي يفرجوا الوضع عندهم بالبلد.